أهلا بكم مشاهدينا. الإسرائيلية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، فيتصاعد المأزق الإسرائيلي يوما تلو الآخر، فمع تواصل الحرب على غزة تلوح نذر الحرب على لبنان كأنها مقدمات لحرب إقليمية واسعة عواقبها مدمرة على الجميع، حيث تشهد الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان تصاعدا إثر تهديدات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش عليه أن يستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق في لبنان، مؤكدا ضرورة تغير التوازن وإعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم على حد قوله. إلى أين تتجه لبنان؟ وهل هناك آفاق لهدنة قريبة؟ وهل تتراجع إسرائيل عن عدوانها الغاشم؟ للمزيد من التفاصيل وإيجاد إجابة عن هذه الأسئلة سيكون هذا في إطار نقاشنا مع ضيوفنا الكرام، ولكن دعونا نتابع أولا هذا التقرير. دوائر النيران تتوسع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تخوض دولة الاحتلال صراعا ضد حزب الله في شمال إسرائيل، ما تسبب في وقوع خسائر بالجملة بسبب العمليات النووية التي ينفذها حزب الله ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبعد مرور نحو عام من العدوان على قطاع غزة، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يصر على موقفه رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من اتساع دائرة الصراع، وما حذر منه وقع، حيث إن حزب الله يدخل دائرة الصراع ويتحول إلى لاعب رئيسي مع إطلاقه أكثر من 7500 صاروخ ومسيرة. التوتر الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي انتقل إلى مستوطنات غلاف غزة جنوب إسرائيل ليستقر في مستوطنات الشمال، مع استمرار حزب الله في عملياته العسكرية وتركيزه على قصف مواقع لجيش الاحتلال بمستوطنات الشمال وجنوب لبنان، أوقع بها إصابات مباشرة وأدت إلى مقتل 50 إسرائيليا نصفهم من جنود الاحتلال، بينما ترد إسرائيل باستهداف ما تصفها أنها بنى عسكرية تابعة للحزب إضافة إلى مقاتليه. ويواصل حزب الله عملياته النوعية التي ينفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي داعما لقطاع غزة وإسنادا لمقاومتها، الأمر الذي أدى إلى أكبر حالة اضطراب شمال إسرائيل منذ عقود في القطاع الحدودي الممتد لخمسة كيلومترات، بعد أن حولت عمليات حزب الله مستوطنات مثل كرات شمونة إلى أهداف دائمة، كما تسببت في تضرر نحو آلاف المباني ما بين ضرر جزئي وكلي، فضلا عن عمليات نزوح طالت 43 مستوطنة يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى طرح تصديق على إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم بسبب تكبيدهم للاقتصاد مبالغ طائلة بسبب تسكينهم خارج ما اعتبروه منازلهم. التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل تسبب في إيقاف عجلة الاقتصاد في شمال إسرائيل، وساهم في اندلاع حرائق داخل الأرض الزراعية دمرت أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الممتدة من الجليل الأعلى حتى هضبة الجولان المحتل، ليستمر الاحتلال في شتاته مع تزايد جبهات القتال. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمرو، بعد التحية، هل يمكن القول بأنه على ضوء استمرار هذه الردود المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أن ما زال الطرفان يحتفظان بقواعد الاشتباك، أم أننا نرى تجاوزا لقواعد الاشتباك التي كانت معروفة لدى الجانبين ويتعامل على أساسها؟ تحياتي ليك جمهورنا العزيز. يعني الحقيقه ان حزب الله واسرائيل ما زال في قواعد الاشتباك ولم يتجاوز قواعد الاشتباك. هناك تصريحات من الجانب الاسرائيلي خرجت على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه سيتم توسعه الهجوم على الشمال وعلى الجبهه اللبنانيه، واعتقد في اعتقادي ان هذا التصريح هو تصريح للاستهلاك المحلي نتيجة عمليات حزب الله المستمرة، عمليات المقاومة اللبنانية التي استمرت لأكثر من أسبوع وأصابت أهدافا عسكرية في صفد ونهرية وكريات شمونة،
وهذا يؤكد بالتأكيد أن القدرات الصاروخية لحزب الله قدرات فعلا يمكن أن تطال في إسرائيل أي مكان. ولذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعادته يحاول أن يخطب في الشعب خطاب شعبوي بأنه سيتم توسعة الحرب في الشمال، وسيتم هيكون هناك هجوم على حزب الله في لبنان لإجباره على الانسحاب خلف نهر الليطاني. وهذا بالتأكيد أمر غير واقعي وغير يعني غير عملي، لأن هناك زيارة تمت من المبعوث الأمريكي هوكشتاين لعدم تجنب أو تجنب التصعيد بين الطرفين وعدم جذب المنطقة لتوسعة الحرب خاصة على الجبهة اللبنانية. هذا ما لا يريده الولايات المتحدة ولا يريده المجتمع الدولي. يكفي ما حدث في غزة على طيلة ما يقرب من عام، ومن أزمة إنسانية كبيرة تهدد قطاع غزة وتهدد الأطفال هناك بأوبئة وأمراض ومشاكل كثيرة هناك. العالم لا يتحمل حرب أخرى، وكذلك الولايات المتحدة حريصة أن لا يتم توسعة الحرب وأن يكون هناك هدوء في المنطقة، والعمل على إيجاد حل من أجل عقد صفقة وعقد هدنة في قطاع غزة لوقف الحرب. أستاذ عمرو، بإعلان نتنياهو بأنه أو بأن على الجيش الإسرائيلي أن يستعد لعملية واسعة في جنوبي لبنان، هل هذه الرسائل التي يود إرسالها نتنياهو هي للداخل الإسرائيلي فحسب، أم أنه يستهدف أيضا رسائل إلى الولايات المتحدة على وجه التحديد وأطراف أخرى؟ في اعتقال هي رسائل للداخل والخارج. في الداخل زي ما بقول لحضرتك خطاب شعبوي يحاول التغطية على الإخفاق الرهيب في جبهة الشمال. أكثر من مليون مهجر إسرائيلي ونازح لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وعدهم بالعودة إلى منازلهم خلال شهر سبتمبر مع بداية الدراسة، وهذا ما لم يحدث. وكذلك وعد سكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم، وهذا ما لم يحدث. يضاف إلى الإخفاقات العديدة التي تحققت في هذه الحرب لبنيامين نتنياهو، لم يفعل شيئا في هذا الحرب، لم يقدم شيئا، لم يحقق الانتصار الكامل كما يدعي. ما زالت المقاومة موجودة في غزة، لم يفكك حركة المقاومة، ما زال هناك الأسرى موجودين في قطاع غزة ولم يستطع تحرير الأسرى، ما زالت هناك صواريخ تضرب من حزب الله، تضرب من جبهة اليمن، تضرب من عدة جبهات. أصبح هناك الشارع الإسرائيلي شك في قوة الردع التي كانت تميز إسرائيل، قوة الردع التي كانت تميز إسرائيل في الماضي هزت هذا العام، وهناك يعني انقسام في الشارع الإسرائيلي واضح، وهم يخرجون دائما في مظاهرات من أجل الضغط على بنيامين نتنياهو من أجل قبول صفقة وعودة الأسرى، إلا أنه يماطل ويزيد في الحرب، وهو كل أمنياته فعلا أن تتوسع الحرب، ولكن يصطدم بقادة العسكريين وقادة الجيش الإسرائيلي لأن ذلك سيكلفهم كثير. يكفي ما حدث في غزة والاستنزاف الذي حدث لهم في غزة، وهم لا يحتملون جبهة جديدة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا تم فتح جبهة مع حزب الله في لبنان. حزب الله ليس كمثل حماس، حزب الله مثل ترسانة كبيرة من الصواريخ تستطيع أن تطال أماكن عديدة في إسرائيل. شكرا لك أستاذ عمرو حسين، وصلت الفكرة. الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، وينضم إلينا أيضا مباشرة المشاهدين الكرام الأستاذ وجدي العريضي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد وجدي أهلا بك. أهلا فيكم بضيوف الكرام. بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه على الجيش الإسرائيلي أن يستعد لعملية عسكرية واسعة في جنوبي لبنان دون أن يحدد موعدا لذلك، هل هي رسائل ربما تود إسرائيل إرسالها أو يود رئيس الحكومة الإسرائيلية إرسالها إلى الداخل أم إلى الخارج والولايات المتحدة على وجه التحديد، أم ما هو الهدف من هذا التصريح أو هذه المعلومات الواردة والتي بثتها القناة 13 الإسرائيلية يوم أمس؟ لا شك أن جنون نتنياهو مستمر من غزة إلى الضفة إلى لبنان وتحديدا الجنوب،
من خلال العمليات العسكرية والعدوان القائم على قرى وبلدات لبنانية، وأيضا ما يحصل في غزة إلى المجازر، وكل ما يحصل منذ عملية 7 أكتوبر. لكن هذه الرسائل، نعم هي رسائل باعتقادي متعددة الجوانب، سياسية، دبلوماسية، ميدانية. هو يود يقول للولايات المتحدة الأمريكية وأن يستغل هذا الوقت الضائع إلى حين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأن يستمر في عدوانه أو يحضر لعدوان واسع النطاق. وما قاله ضيفك الكريم صحيح بالنسبة لنتنياهو، المشكلة الأساسية هي مع لبنان على الحدود الشمالية. المستوطنات، هناك 100,000 مهجر من المستوطنات خارج منازلهم، هذا يحصل لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ناهيك إلى أمر آخر، ألا وهو الهجرة من داخل العنف الإسرائيلي إلى الخارج، وبالتالي الدمار الذي أصاب المستوطنات. وهو يدرك أيضا أنه بعدما دمر غزة أن المشكلة هي في الجنوب، نظرا لقوة حزب الله الضاربة صاروخيا جويا على كافة المستويات. هناك قصف في العمق الإسرائيلي في المستوطنات، حرائق وسوى ذلك، وإن كان هناك دمار في الجنوب اللبناني، هذا ما استقيته بالبارحة من رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، الذي قال لي أن هناك قرى وبلدات في الجنوب دمرت بالكامل، لكن هناك عزيمة على إعادة الأعمار بتوجهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبيئة الحاضنة لحزب الله. ولكن حتى الساعة المعارك مستمرة، هناك دمار هائل في الجنوب. إنما أيضا هناك مواجهة كبيرة مع نتنياهو، وبالتالي حزب الله قادر أن يصد أي هجوم على الجليد. إنما باعتقادي، وأكرر على هذه المسألة، أن نتنياهو يرغب في يعني بعث رسائل أو إرسال رسائل قبل زيارة الموفد الأمريكي هامس هولشتاين غدا ربما إلى تل أبيب. ما الهدف من هذه الرسائل التي يود إرسالها سيد وجد؟ نعم، أولا أن يقول للموفد الأمريكي هامس هولشتاين بأنه عليه أن يعيد حزب الله 12 كيلومتر إلى الشمال الليتاني، أي وأن ينتشر الجيش اللبناني وتعزيز قوات اليونيفيل، بمعنى انسحاب حزب الله إلى حدود الليتاني، وبالتالي وقف الحرب وأطلاق الصواريخ على إسرائيل، على أن توقف إسرائيل الحرب. لكن من الطبيعي قبل أن تقف المعارك في غزة فإن حزب الله لا يرى شيئا من هذا القبيل. وصولا إلى أمر آخر، أن هناك أراضي محتلة تلالك برشوبة ومزارع شبعة، أن يلتزم نتنياهو بإعادة هذه الأراضي المحتلة، وبالتالي الوصول إلى ترتيبات حول قرار 1701، وهناك 13 نقطة عالقة لازالت مع إسرائيل. لذلك هناك مفاوضات شاقة سيقودها هامس هولشتاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن كما استقيته وعرفت أن زيارة هولشتاين إلى تل أبيب هي بعد معلومات دبلوماسية وتقارير استخباراتية وميدانية بأن نتنياهو يحضر لعدوان كبير. هذا ما قالته قناة 13 العبرية، هذا ما حضر منه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عندما قال لدينا معلومات بأن إسرائيل ستقوم بعدوان كبير على جنوب لبنان كما كانت الحال في غزة. وهناك أيضا كلام لمفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي كان في بيروت جوزيف بوريل، الذي قال لأحد الأصدقاء لي وهو مسؤول كبير، بما معناه نحذر من أي عدوان إسرائيلي، لدينا معلومات وسأبذل جهدي لمنع إسرائيل من القيام بهذا العدوان. لذلك هناك تقارير تجتمع على أن إسرائيل ستقوم بعدوان. قد يكون ذلك ليس بمجرد نزهة، إنما هذا العدوان قد يقوم به نتنياهو لاستغلال هذا الوقت الضائع، انتخابات رئاسية أمريكية، ما يجري في المنطقة، فشل المفاوضات، وكل ذلك قد يؤدي إلى هذا العدوان. لكن سننتظر ونترقب ما سيقوم به هولشتاين خلال لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوضع ذاهب نحو التصعيد الممنهج، وبدليل أن هناك غارات إسرائيلية اليوم على قرى وبلدات جنوبية، وبالتالي ما جرى من قصف أيضا يمني في العمق الإسرائيلي على بعد كيلومترات محدودة من مطار بن غوريون قد يتطور إلى أمور كبيرة وتشتعل كل الساحات. لذلك الوضع صعب ومعقد، وسنترقب وننتظر ما يمكن أن يحصل في الأيام القليلة المقبلة. هل تتوقع أن يكون هذا التصعيد من قبل إسرائيل في الجبهة الشمالية لإسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن ثم إذا ما كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل هذا يصب في صالح نتنياهو أم سيكون يعني ضغطا أكثر على كلا الطرفين هاريس وترامب؟ صحيح أنه سؤال جد مهم.
قد يستغل هذا الوضع إلى حين الانتخابات الرئاسية ويقوم بهذا العدوان. وبالتالي لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخيا لم يسبق لها أن تخلق عن إسرائيل، بدليل أن المناظرة الأخيرة بين هاريس وبين ترامب كان هناك سباق على دعم إسرائيل، هناك نظرة متباعدة بينهما حول كيفية الدعم ووقف حرب غزة وسواها، إنما هناك توافق من الجمهوريين والديمقراطيين على دعم إسرائيل. لهذه الغاية أتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الموقف، هذا الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، ويقوم بعنوان إنه وقت ضائع والوقت الضائع قاتل. من هذا المنطلق كل الاحتمالات باتت واردة، لا سيما أن التصعيد بدأ يأخذ أشكالا ميدانية كبيرة جدا، إذ تستعمل إسرائيل سلاحا نوعيا من خلال الدمار الذي يلحق بقرى وبلدات في الجنوب وصولا إلى أمور كثيرة. وهناك اتصالات دبلوماسية أيضا من الدولة اللبنانية، من الحكومة اللبنانية، ما عرفته من وزير الاقتصاد اللبناني الأستاذ أمين سلام الذي كان في القاهرة على هامش لقاء وزراء الاقتصاد العرب، أنه التقى بمسؤولين عرب من قطر، من الكويت والإمارات وسواهم، وأكد لهم على ضرورة دعم لبنان لمواجهة ما يتعرض له. هناك دعم عربي صحيح، هناك الجامعة العربية، هناك الدبلوماسية. ما هو طبيعة الدعم الذي يحتاجه لبنان والذي ربما دعا وزير الاقتصاد اللبناني إلى دعوة أطراف عربية لدعم لبنان؟ طبيعة وشكل وآلية هذا الدعم؟ الدعم هو الدعم الدبلوماسي، الدعم الاقتصادي، الدعم المالي، لأن لبنان يعاني أزمات اقتصادية خانقة في ظل الظروف التي يمر بها. هناك دمار وخراب، وهناك شغور رئاسي لرئيس جمهورية لدى الخماسية تقوم بدورها، لكن لرئيس حكومة تصريف أعمال، مرافق الدولة تعاني، هناك حالة إفلاس، هناك وضع اجتماعي صعب ومعقد على أبواب المدارس، على أبواب الجامعات وفصل الشتاء. لذلك طلب الدعم من الدول العربية، لأن لبنان في أسوأ أيامه اقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي لا أعتقد أن الدول العربية ولا سيما الخليجية أن تخلوا يوما عن دعم لبنان. لذلك اليوم هو الدور الدبلوماسية الدولية العربية الخليجية من أجل تني إسرائيل وردعها عن القيام بأي عدوان، لأنه في حال حصل العدوان وتطورت الأمور فإن الوضع سيكون صعبا ومعقدا. ولكن أعود وأقول لك وعوض على بدء أن ما يقوم به نتنياهو هو جنون آخر، ولكن هناك مقاومة ستواجه إسرائيل في حال قامت بالعدوان. وهناك صرخات من كبار المسؤولين العرب ورجال أعمال العرب وفي طلعاتهم الشيخ صلاح الحطوب الذي دعا إلى دعم لبنان والوقوف إلى جانبه والاستثمار فيه على الرغم من كل الظروف، وأن يعود هذا البلد إلى الزمن الجميل، بمعنى لن يتخلى أحد عن لبنان. إنما بصراحة متناهية الوضع في لبنان سيء جدا اقتصاديا اجتماعيا. ويبقى الأهم، هل ستقوم إسرائيل بعدوان على الحدود الشمالية وتتحول الأمور إلى غزة أخرى؟ هذا ما نتوقعه إذا فشلت الدبلوماسية في ثني إسرائيل عن القيام بهذا العدوان، وتحديدا ترقب جولة أو لقاءات الموفد الأمريكي الخاص للرئيس بايدن عاموس هوفشتاين، حيث قال لي أحد المسؤولين اللبنانيين أنه سيقوم بمهمة شاقة، فإذا عاد إلى بيروت قد يكون حمل ردا إسرائيليا أو نتائج ممكن يبنى عليها، وفي حال ذهب من إسرائيل إلى واشنطن أو دولة أخرى فإن الأمور ستكون سيئة. لكن الفشل يتوقعه الجميع، لأن كما قلنا مرارا في هذا التحليل أن نتنياهو يستغل الوقت الضائع، هذا ما أشدد عليه، من خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليقوم بعدوانه على لبنان، لأن العقدة له هي الحدود الشمالية، هي المستوطنات، هناك تظاهرات دائمة من قبل أهل المستوطنين ليعودوا إلى ديارهم والمدارس قد فتحت، هذا ما يشكل له ضغطا شعبيا، ويريد أن يخرج من هذا الضغط من خلال العمل العسكري الكبير. وهو يقول أيضا أن الهدف من هذا العمل العسكري الكبير هو توفير الأمن لسكان المستوطنات في شمالي إسرائيل ولجميع مواطني إسرائيل. ولكن كما قلت سيد وجدي بأن لبنان في أسوأ حالاته اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا، وربما يكون من صالح نتنياهو إذا ما قام بمثل هذا العمل العسكري أن يحقق الأهداف التي يصبو إليها، خصوصا أن ربما بعض التقارير تشير إلى أن حزب الله قد استهلك نوعا ما. نعم، البعض يقول ذلك، لكن حتى الساعة لا زالت القوة الضاربة موجودة صاروخيا لدى المقاومة، بدليل القصف اليومي على العمق الإسرائيلي
وبالتالي الله من الطبيعي إسرائيل تستغل هذا الوضع، ظروف اللبنانيين المعيشية والاقتصادية. وأقول لك كلمة بصراحة بصريح العبارة، أنه لولا دول الخليج، حيث هناك 600,000 لبناني يعملون في دول الخليج، وبالتالي هؤلاء يشكلون الراكد الأساسي للعائلات اللبنانية لذويهم. هناك 7 مليار دولار تدخل سنويا من دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسائر دول الخليج. ولذا قلت لك أن صرخة الشيخ صرخ حطول جاءت من القلب تجاه لبنان. لذلك نتنياهو قد يستغل هذا الوضع، ظروف اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة، وبالتالي أن يقول، وخصوصا أن حزب الله فقد الكثير من قياديه ومقاتليه. ولكن الأهم هو هل سيكون هناك عدوان شامل على لبنان؟ باعتقادي إذا حصل العدوان على الحدود الشمالية وتطورها لن يقف عند هذا الحد، قد تشتعل كل الساحات. لذلك تدرك واشنطن هذا الأمر، فرنسا تقوم بدور كبير. معلوماتي أن هناك اتصالات بين الحكومة اللبنانية من خلال رئيسها وبعض الوزراء بكل دول القرار، حتى أن بريطانيا دخلت على الخط، وفرنسا من خلال الرئيس إيمانويل ماكرون تقوم بدور كبير كان مع إسرائيل مع المعنيين في المنطقة وعلى المستوى الدولي، لأن الأيام القليلة المقبلة صعبة. كلما تقدمت الانتخابات الأمريكية كلما استغل نتنياهو هذا الفراغ ليقوم بهذا العدوان. هذا ما أردت أن أقوله، أن الوقت الضائع يلعب دوره، وبالتالي لبنان يعاني المرين على كل المستويات السياسية الدبلوماسية الاقتصادية. ولا ننسى هناك مسألة مهمة أيضا، هناك حالة انقسام بالداخل اللبناني، هناك من يدعم المقاومة وهناك من يجاهر بعدم دعمه للمقاومة. يعني هناك حالة انقسام عمودي بين الأطراف والقوى السياسية اللبنانية. لذلك هذا الوضع في لبنان غير سوي. حالة انقسام كانت موجودة بين الحرب الأهلية وتفاقمت اليوم. هذا أيضا له دوره وعامل سلبي في هذا الوضع الذي نمر به ونجتازه. شكرا. هذا المنطقة سعيد. نعم، من هذا المنطلق يبقى العنوان الأبرز هو الساعات المقبلة، الأيام القادمة، ماذا سيفعل نتنياهو على الحدود الشمالية، كيف سيكون الوضع. أنا باعتقادي قد يتم التصعيد من اليوم ومن هذه اللحظة إلى حين وصول هاموس هوكشتاين غدا إلى تل أبيب، يكون ذلك بمثابة الرسائل كما أشرت في سؤالك، الرسائل الإسرائيلية إلى كل دول العالم وتحديدا الى قاده حزب الله. شكرا لك سيد وجدي العريضي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا مباشره من لبنان. ينضم الينا ايضا الاستاذ ماهر مقلد مدير تحرير الاهرام. استاذ ماهر ينضم الينا عبر الهاتف، اهلا بك. اهلا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ كما قال الاستاذ وجدي بانه خلال الساعات القليله المقبله وقبل وصول المبعوث الخاص للرئيس الامريكي الى اسرائيل، هل نتوقع ان يكون هناك تصعيدا غير مألوف على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه على ضوء تصريح نتنياهو باستعداد اسرائيل لتوسيع نطاق الحرب على الحدود الشماليه الجنوبيه، وايضا على ضوء ما صرح به من أنه يود أن يخرج من دائرة الضغوط التي يمارسها الداخل الإسرائيلي على حكومته؟ التوقعات فيما يتعلق بجبهة لبنان إسرائيل قائمة منذ 7 أكتوبر، وكل شيء وارد في هذا الأمر، لكن المعطيات الأخيرة خلال الأيام الأخيرة وحتى قبل التصريح الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلها تشير إلى أن هناك نية إسرائيلية إلى توسيع دائرة الحرب على الحدود الشمالية لإسرائيل، حدود جنوب لبنان. بكل تأكيد الصورة الآن أن الداخل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية غير قابلة ما يحدث من جانب المقاومة اللبنانية ومن جانب حزب الله من خلال الاستهدافات التي تحدث إلى داخل العمق الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وبالتالي أصبح هناك عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين يقدر عددهم تقريبا ما بين 70 إلى 100,000 مستوطن إسرائيلي كانوا يقيمون في منطقة الشمال، شمال إسرائيل، نزحوا من هذه المنطقة منذ 7 أكتوبر ولم يعودوا حتى الآن بصفة مستمرة إلى المستوطنات التي كانوا يقومون بها. وبالتالي هناك معضلة وأمر بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، يعني أمر صعب وأمر
يعني لا تقبله على الإطلاق في التعامل مع المقاومة اللبنانية، وبالتالي كل ما يحدث وكل ما يصدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعن قادة إسرائيل هو اتفاق على أن هناك نية حقيقية لتوسعة رقعة الحرب على الحدود الشمالية، لكن توقيت هذا القرار هو الذي حتى الآن لا أحد يستطيع أن يتوقع به أو يتنبأ بمتى يكون توقيت هذا القرار. الأمر لا يتعلق بالمبعوث الأمريكي، وربما لأن الاستعدادات لحرب على الميدان ليست وليدة اللحظة، ولا يمكن أن ترتبط بزيارة مبعوث أو مغادرة مبعوث أمريكي. وزير الخارجية الأمريكي هو يعني أعلى يعني مسؤول دبلوماسي في الإدارة الأمريكية، زار المنطقة يعني مرات عديدة جدا، وبالتالي لم تتوقف عجلة نيران الحرب في قطاع غزة، وهي مستمرة منذ أكثر من يعني تدخل على تقريبا عام مع يعني بداية أكتوبر. نعم. طيب أستاذ ماهر، إذا ما حدث هذا التصعيد كما نتابع وكما يرصد مراقبون، هناك انقساما في الداخل اللبناني، هناك جانب مؤيد للمقاومة ولما تقوم بها لما تقوم به على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهناك جانب آخر ينتقد المقاومة جهارا كما قال المحلل السياسي اللبناني الذي كان معنا قبل قليل. على الجانب الآخر وفي الداخل الإسرائيلي أيضا هناك انقساما، لو أردنا أن نحلل طبيعة وشكل هذا الانقسام، إلى أي مدى يمكن أن نرصد أن الانقسام في كلا الجانبين عميق وخطير، ومن ثم قد تكون له تداعيات سلبية على أي صراع عسكري محتمل بين إسرائيل وحزب الله إذا ما تم؟ الانقسام السياسي الداخلي في لبنان ده أمر مفروغ منه، أمر قائم وممتد يعني عبر قرون وليست سنوات. لا توجد أرضية سياسية مشتركة بين القوى اللبنانية، لكن حينما يكون هناك خطر خارجي على لبنان بكل تأكيد يعني يكون هناك توحد في الصف، وحتى وإن كانت النوايا الداخلية لا ترتاح إلى قرار المقاومة اللبنانية، بالتأكيد هناك يعني طبعا هناك رفض حقيقي لأن ينفرد حزب الله بقرار الحرب والسلم. قرار الحرب بمعنى أنه يدخل في صراع عسكري مع إسرائيل أو غير إسرائيل، يجب أن يكون هذا الأمر يعني بعهدة الدولة اللبنانية، وهناك آراء يعني تتحدث بالصوت العالي داخل الحكومة اللبنانية عن هذا الأمر، داخل المجلس النيابي، داخل القوى السياسية. فيما يتعلق بالانقسام المزعوم داخل إسرائيل هي مسألة توزيع أدوار، لكن الاتجاهات الإسرائيلية تجاه النزعة الاستيطانية أو يعني تجاه مثلا التغول على غزة أو على لبنان أمر يعني هناك شبه اتفاق داخل إسرائيل، هناك توزيع أدوار داخل المجتمع الإسرائيلي، حتى وزير الأمن الإسرائيلي الذي تقدم في استقالته يعني في تصريح يعني قريب جدا كان يتحدث على ضرورة ضرب حزب الله وأن يتقدم الجيش اللبناني وأن الجيش ينتظر الضوء الأخضر، وبالتالي يعني الربط بين أن هناك انقسام داخلي في لبنان وانقسام داخلي في إسرائيل قد يؤخر أو يعطل من هذا الأمر، أعتقد أنه أمر يعني لا يندرج في السياق العام لطبيعة العلاقات بين الدولتين. لبنان مأزوم سياسيا واقتصاديا، لبنان يعاني منذ فترة طويلة جدا، وحزب الله طبعا يعني اشتبك في الصراع منذ 7 من أكتوبر. شكرا لك، وصلت الفكرة أستاذ ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا مباشرة أيضا العميد يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني. سيادة العميد أهلا بك. أهلا أهلا وسهلا. إذا ما بدأ توسيع الصراع العسكري بين حزب الله و الاحتلال الإسرائيلي كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، ما الهدف أو الأهداف العسكرية التي سيكون الاحتلال الإسرائيلي قادرا أو يود أن يحققها من خلال هذا التوسيع للعمل العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ أولا هاركون سعيد، ثانيا في صلب الموضوع، إسرائيل بعد أن فرغت تقريبا من غزة وقد اهتز أمنها القومي، أنا أفكر كما يفكر العدو،
لنفهم كيف هي نظرته وما هي أهدافه. بما حدث في 7 أكتوبر اهتزت هيبة إسرائيل وكسرت عقدة التفوق عندها وتضعضع أمنها القومي، لكن بعد أن فرغت من غزة استعادت وعيها والحشود الدولية كلها في خدمتها في الشرق الأوسط، هي الآن تريد أن توسع، ليس أنه أن توسع الحرب، هي تريد أن توسع مجالها الحيوي لترسيخ أمنها للعقود القادمة. وعقدة التفوق والعقدة الوجودية لأنها قد اهتزت تريد أن ترسخ ذلك. التهديد الأكبر لإسرائيل يأتي من شمالها، يعني الجنوب اللبناني، يعني حزب إيران في لبنان. باقي الأدرع لا تهمها، إنما ما يهمها هو هذا الذراع ما يسمى حزب الله. وحزب الله منذ 2006 حتى الآن قد طور قدراته العسكرية بأشكال مضاعفة كما ونوعا وأكثر أذية، والآن بظل هذه الحشود ومستندة إلى هذه الحشود الغربية، إسرائيل تريد أن توسع جبهتها على الأقل تطبيقا لما يقال عنه القرار الدولي 1701 الذي يقضي بإفراغ منطقة جنوب اللبناني حتى عمق 40 كيلومتر من المظاهر المسلحة والميليشيات كافة على أنواعها. وهو هذا القرار الدولي منذ 2006 نشأ أو صدر بأعقاب حرب تموز 2006، لكن إلى الآن لم يطبق، لم تطبقه إسرائيل ولم يطبقه حزب الله، أو لم تستطع السلطات اللبنانية الرسمية تطبيقه، لأن حزب الله ممسك بتلابيب هذه الجمهورية اللبنانية في كل شيء ويمنعها، وحتى قرار الحرب والسلم ليس بيدها، وكل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبلد منهوب وبلد مسلوب. نعم. طيب وكله سيد سيادة العميد، على ضوء رغبة كما حضرتك قلت رغبة إسرائيل في توسيع مجالها أو نطاقها الحيوي، هل إسرائيل لديها من القدرة العسكرية والحشود العسكرية والمعدات ما يمكنها من توسيع هذا النطاق الحيوي؟ هل ستنجح في هذا؟ من السهل أن تعلن إسرائيل أهدافا، ولكن من الصعب أن تنجح في تحقيق هذه الأهداف. عدد المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية الحرب على غزة أهدافا عديدة، ولكن فشلوا بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها، كاقتلاع والقضاء على حماس نهائيا، الوصول إلى قادة حماس في غزة، ومن والإفراج عن الرهائن أحياء. هل قادرة إسرائيل على أن توسع مجالها الحيوي على حدودها الشمالية من خلال قدراتها العسكرية، ولماذا الآن وليس قبل ذلك؟ الأمور مرهونة بنتائجها، علينا أن ننظر بواقعية وتجرد وموضوعية للأمور ولا ننظر بمثالية. أنا مثالي أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، أنا أريد فلسطين كلها، لكن ما نتج منذ سنة تقريبا حتى الآن، ضاعت غزة وضعفت القضية الفلسطينية بنسبة كبيرة جدا، لم يعد بالإمكان إلا بجهد دولي كبير وعربي وإقليمي استرداد هذه القضية. الأمور مرهونة بنتائجها سيد الكريم. إسرائيل فرغت من غزة، إسرائيل تتمتع بكل الإمكانيات والقدرات العسكرية والتقنية وأسلحة الدقة العالية وترسانة ضخمة، والدليل حروبها على العرب التي كانت حروبا خاطفة وفي 5-6 أيام كانت تحقق أهدافها. الآن هي اكتسبت خبرات طويلة وتزودت بالتقنيات العالية وكافة أنواع الأسلحة ذات الدقة العالية. نعم إسرائيل، ونحن نعرف وندرس ونقرأ التقارير ونرى بهم أعيننا وخبراتنا تدلنا على ذلك، نعم إسرائيل مهيئة منذ مدة ماذا ما كان يقف أمامها حيال ذلك أو تحقيق أهدافها. خارج غزة
هو الإدارة الأمريكية التي كانت تمنعها ولا تريد أن توسع الجبهات وتمتد إلى حرب إقليمية واسعة. نعرف كيف تبدأ ولا أحد يعرف كيف تنتهي. منذ الربيع إسرائيل وضعت الخطط العسكرية لضرب لبنان أو لضرب الجولان وأماكن أخرى، لكن الحائل الأمريكي هو الذي كان يمنعها. الآن يضعف أفضل الموقف الأمريكي شيئا فشيئا، وانظر ترى كيف الانهماك الأمريكي في الانتخابات، وهناك فراغ استراتيجي إسرائيل تريد أن تستغله، ولا تزال هذه الحشود موجودة فقط لتأمين الحماية لإسرائيل، إنما إمكانياتها حاضرة وموجودة، وهي تريد عودا على بدء أن توسع مجالها الحيوي وأن ترسخ أمنها للعقود القادمة، ولا تستطيع أن تؤمن ذلك إلا عبر ضرب ما يسمى حزب إيران في لبنان. هي بدأت في مراحل أولى، إذا لاحظنا منذ 8 أكتوبر حتى الآن تصاعد على الجبهة اللبنانية على مراحل. المرحلة الأولى هي إفراغ الخط المحاذي لإسرائيل جنوب لبنان، وبات أرضا محروقة ودمارا شاملا مثل غزة. يعني جبهة المساندة الحزبلاوية أضرت ولم تنفع، لم تنفع غزة وما أضرت في إسرائيل وما دمرت إلا لبنان. المرحلة الثانية، إسرائيل الآن توسع في هذا العمق اللبناني، لا تريد أن تنزل على الأرض لأنها سوف تتكبد أثمانا باهظة، وحزب الله عنده خبرة قتالية على الأرض. إسرائيل أدركت ذلك منذ تجربة 2060، لا تنزل على الأرض طالما أنها من الجو وبوسائل أخرى وبقاعدة جاسوسية مهمة تستطيع أن تحقق أهدافها، وهي توسع هذا العمق شمالا. يعني القرار الدولي 1701 إن لم تستطع السلطات اللبنانية ومماطلة حزب الله بعدم تطبيق القرار الدولي 1701 فإن إسرائيل الآن تطبقه بالنار. نعم، يعني دبلوماسية. شكرا لك لضيق الوقت سيد سيادة العميد يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من لبنان. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية على شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.